السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في عالم أمان. النهاردة هنعمل الصابون البلدي بطريقة سهلة إن شاء الله، ومكونات كلها عندنا في البيت. يعني من زيت كنا بنرميه هناخده وهنعمله إعادة تدوير وهنعمل بيه صابون. بجد النتيجة ممتازة، وعايزة أقول لكم بينفع في كل حاجة وجميل قوي، بجد بيفرح في البيت. هقطعه بقى، هو كده قعد حوالي عشان ينشف قعد حوالي، انا اكتشفته بعد 4 ساعات، الله اعلم بقى، يعني ممكن يكون ناشف من قبل كده. انا عملته وسبته على كرسي في البلكونة ولقيته ناشف زي ما احنا شايفين كده. كل ما بينشف بيبقى لونه ابيض كده وجميل. عايزه اقول لكم ان الصابونه دي بتتباع بره ب5 جنيه، ومش قد دي، مش قد اللي انا عاملاها دي، انا عامله القطعه كبيره. الصابونه بتتباع ب5 جنيه دلوقتي، الصابون البلدي ده، لان مفيش حد بيستغنى عنه، بينفع في كل شيء. هنحط له كمان مكونات هتخليه بجد عالي الجوده وجميل جدا. طبعا انا ما بستخدموش الا بعد مثلا شهر. انا بحب البيتاس قوته تروح منه خالص، يعني شهر وابتدي استخدميه بقى في كل حاجه، ما يهمكيش. انت كل ما يتكون معاكي شويه زيت حمرتي بيهم بطاطس مثلا، شيلي وحوشي في الازازه بتاعته وصفيه كويس من اي حاجه، واعملي كميه كميه في كميه، يبقى عندك صابون كتير قوي تحفظيه مثلا في كرتونه عندك او في حاجه، وتغطيه وتسحبي منه. بجد حاجة يعني جميلة في البيت، بيستخدم لجميع الأغراض، مفيش أي مشكلة خالص، لأن بمجرد ما مفعول البيطاز بيروح منه خلاص بيبقى صابون زي أي صابون. وكل جميع المنظفات لازم يكون فيها صودا كاوية أو بيطاز. شايفين ممتاز، يعني حاجة تحفة بجد، فرحانة بيه قوي، ودايما بعمله ما بيخلصش من عندي. مفيش منظفات او صابون ما بيتحطش فيه بطاس، لازم. امال هو بيتعمل بايه؟ معايا ربع كيلو من البطاس، نشوف بقى المكونات بسرعه كده لانها سهله جدا، وكوبايتين من الميه. ربع كيلو من البطاس، انا حطيت كوبايه واحده بس من الميه، انا مش بحب ازود ميه، هي كوبايه كفايه، لاني اما بقلل الميه بيكون البطاسة عندي كده مناسب قوي مع كميه الزيت اللي هحطها، انا مش عايزه ميه كتير. يبقى حطيت ربع كيلو بطاس، دوبته في كوبايه من الميه بالشكل ده، قلب كويس جدا لما يدوب البطاس. انا مش هستنى لما البطاس يبرد، انا هبتدي احط الزيت على طول المستعمل اللي انا مصفياه وخليته نضيف زي الفل. دي ازازه اللي هي لتر. ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات اي فيديو جديد. كده فضيت لتر من الزيت، وكمان نص لتر من الزيت، انا كنت محوشه ازازه ونص بالشكل ده، واقلب كويس. لتر ونص يعني زيت متصفي نضيف مستعمل، ده قليت بطاطس، قليت اي حاجة في الدنيا ما عدا السمك، انا مش بفضل احط زيت السمك. كده حطيت ايه؟ حطيت معلقة من ملح الليمون، مش هحط هنا بقى كربوناتو لان انا محتاجة الصابون يكون فيه رغوة، وهحط معلقة من السكر. معلقة السكر هنا مهمة جدا، لان هي اللي بتخلي الصابون ليه رغوة جميلة، وبتساعد كمان على تصبينه بسهولة. لازم معلقة السكر مهمة جدا، بتخلي الرغوة عالية بتاعت الصابون. هبتدي بقى قلبي بقى زي ما انت عايزه، لو ما عندكيش مثلا مش قادره تقلبي بايدك هتستخدمي مضرب زي كده. انت بمجرد ما هتستخدمي المضرب او الخلاط هتلاقي اللون ابيض بتاع الصابون
وهيديكي لون حلو قوي، كل ما تضربي اكتر كل ما بيتقل وبيبيض، بيديني لون ابيض جميل للصابون بالشكل ده. عايزه اقولك ان مثلا مش هتستخدمي المضرب اللي انا بعمل بيه ده، ممكن الخلاط ممكن الكبه، مفيش اي مشكله، ما تخافيش مش هيبوظوا، لان ده صابون واحنا اصلا بنغسلهم بصابون، بننضفهم بصابون، فما فيش اي مشكله خالص. ما عندكيش اي حاجه من دي، بتفضلي بقى تقلبي بالمعلقه كده زي انا ما بعمل، او بخشبه عندك قديمه او باي حاجه قديمه مثلا ما بتستخدميهاش، مفيش اي مشكله خالص، وتقلبي. شايفين بيبتدي يتقل ازاي؟ بصوا في المعلقه اهو باين جدا انه بيتقل، وفي المضرب كمان تمام. هبتدي احط معلقه كبيره جدا مليانه من ملح الطعام، بس انا معلقتي صغيره فحطيت كذا معلقه يعني ملح الطعام. ملح الطعام هنا بيساعدني على ان الصابون ينشف بسرعه وبيديني قطع الصابون. اما ده بقى شايفين ابتدى يتقل ازاي الصابون من الضرب، ده بقى البرسيل جيلي اللي عاملينه هنا في قناه عالم اماني، شايفين لونه بقى زي الطبيعي بالظبط، هو كان لونه يعني افتح من كده بس دلوقتي اتظبط جدا. شايفين القوام عامل ازاي في الصابون، احلى برسيل جل والله، عاملاه تحفه تحفه في القناه. هحط، ما عندكيش طبعا برسيل جل اللي انا عاملاه ده، انا حطيت كوبايه، تقدري انت تستبدليه بكيس من برسيل جل. باخد منه ايه؟ باخد بس ريحه اللافندر اللي انا عاملاه بيه، او ريحه اللافندر بتاع كيس البرسيل الاصلي. شايفين ابتدى يتقل ازاي الصابون بقى بجد جميل، بقى زي عجينه الكيكه كده، حلو جدا كده. خلاص انا مش محتاجه اضربه تاني، فكيت المضرب وبصفيه بقى من الصابون عشان مسك فيه زي ما احنا شايفين، بقى تقيل وجميل زي عجينه الكيكه كده. كده يبقى خلاص تمام، بقى صابون معايا وتصبن وبقى زي العسل. عشان بقى الريحه والحركات هحط كيسين من الشامبو، او تحطي معلقه شامبو لو عندك ازازه تمام كده اهو بالشكل ده، بيدي بقى ريحه وبيدي كمان، بيعزز كمان الرغوه، بيخليها جميله مع ملح الطعام اللي بيديله صلابه، ومع السكر اللي بيديله رغوه. يعني عندنا مكونات كلها في قلب البيت، مش هشتري اي حاجه، بجد ممتاز زي ما احنا شايفين كده. هاجي بقى اشوف اي صينيه عندي بالشكل ده هحط فيها مشمع. انا ما بفضلش القوالب السيليكون، ليه؟ بحس ان هي بتعرق الصابون وبتخليه معجن من تحت، ما بفضلهاش بصراحه. انا بفضل الطريقه دي لست البيت البسيطه اللي بتعمل، عايزه تعمل صابون ما عندهاش قوالب سيليكون. طب تعمل ايه؟ تجيب صينيه زي انا ما عملت كده، وحطيت فيها اي مشمع او اي شنطه عندك كبيره، بتفرشيها في الصينيه دي، الصينيه اللي هي الكبيره اللي هي اكبر مقاس في الثلاثه، بيبقوا ثلاث صواني، دي اكبر واحده عشان سمكه ما يبقاش تخين قوي وينشف معايا بسهوله بالشكل ده، وبفضيه بس كده. ولما بيخلص زي ما احنا شفنا كده، زي ما هنشوف دلوقتي، بقطعه بالسكينه، خلصت. قدري ما عندكيش قوالب سيليكون مفيش مشكله، احنا بنكلم ست البيت البسيطه اللي مش عندها امكانيات، عشان كلنا نقدر ان احنا نعمل صابون، نعمل صابون مفيش مشكله بالشكل ده. نشف في 4 ساعات بس، بجد ممتاز، وانا بفرح بيه جدا لما بعمله. لما بيخلص من عندي بحس ان في خير من البيت ناقص بصراحه، يعني والله فعلا بفرح بيه جدا. كفايه انك عامله حاجه بايديكي، القطعه منها ب5 جنيه، انت عامله كل ده ب5 جنيه، اللي هما بتوع ربع كيلو البطاطس. ربع كيلو البطاطس يا جماعه ب5 جنيه، عملتي بيها كميه الصابون دي كلها. ما تنسونيش لو بتكملوا الفيديو لغايه الخطوه دي معايا دلوقتي، ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، شجعيني علشان اعمل احلى فيديوهات ان شاء الله، واعمل لك احلى الوصفات. عايزه لايك واشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوا عالم امان.
الصابون زي ما احنا شايفين جميل جدا. انا لو قطعته اصغر من كده من الاول، انا بس التقطيع معايا جه كبير قوي، كان يديني حوالي 20 صابونة.